الرياضي يعني غاديين في واحد المسار هو مسار تصاعدي. فامل الصويره، هل بامكانه انه يخلق المفاجاه؟ هذا السؤال. هل فريق الوداد الرياضي قادر على انه يحقق الاهم؟ هذا طبعا سؤال اخر. فبين هذا وذاك الربع الثالث كينطلق الان، نتابعوا هذه البدايه. المفاجأة نقول لك صعيبة، لأنهم اللي كان جيو نقارنوا التركيبة البشرية ديال ما بين الوداد وما بين الأمل، أمل الصويرة. ما نساوش راه كاين هناك الفريق الوداد واحد ربعة ديال لي زانترناسيونو، الشيء اللي ما كنلقاوش عند أمل، أمل الصويرة. الربع الأول كان شوية ضعيف، الوداد سجلوا يلاه 16 نقطة والأمل الصويرة 9 نقاط، ولكن الربع الثاني كان أحسن. الوداد سجلت 25 نقطة وأمل الصويرة سجلوا 16 نقطة. طبعا محاولات أكيد أنها غتكون عديدة مستمرة مع بداية هذه الجولة، الجولة الثانية وبالضبط الربع، الربع الثالث من هذه الجولة. فالشوط الأول يلا كنلقاو حديدان هو اللي كيتسجل أكثر من 10 نقاط، سجل 15 نقطة في الشوط الأول. وجل اللعابة لا من الأمل الصويرة ولا من الوداد أقل من 8 ديال النقاط. إلى 41 مقابل 25 مشاهدة كرام، حنا كنتابعوا تفاصيل هذه المواجهة مباشرة من هنا من مدينة الدار البيضاء. يمكن نقول بأنه الأمل معقودة الفريقين معا لتحقيق نتيجة أحسن وأفضل طبعا في هذه المباراة. حنا كنتابعوا الطريقة الشميرة على مستوى التسجيل روبون فونسي النقطة. بالفعل ذكر سي محمد منذ انطلاقة المواجهات هذا الموسم، هذه المواجهه رقم خمسه الان. فامل الصويره الى مشينا المسار ديال فريق امل الصويره على مستوى المباريات، طبعا الاربعه الاولى طبعا في المقابله الاولى كان نازم امام فريق الفتح الرياضي الرباطي، بعد ذلك واجه مباراه ثانيه الدور الثاني نازم امام فريق الوطيف ديال طنطان، بعد ذلك واجه فريق الجيش الملكي ونهزم امام الجيش الملكي ب 65-77، بعد ذلك واجه فريق اتحاد طنجة ونهزم 60-70. هذه المباراة رقم خمسة ديال الفريق اللي هو لايس او او فريق امل الصويرة. المقابل اللي هو فريق الوداد، يعني الوداد اول مباراة فاز على فريق مولودية وجدة ب 47-32، بعد ذلك واجه فريق اللي هو الجمعية الرياضية السلوية ونهزم الوداد انذاك يعني ب 68-82. فريق الوداد الرياضي في المقابلة ديالو الثالثة واجه فريق الفتح الرياضي الرباطي ونهزم او فاز فريق نقطة واحدة طبعا 87-86، ده أول انتصار في الدورة الثالثة. الدورة الرابعة فريق أمل الصويرة ينهزم أمام فريق اتحاد طنجة 60-70، والآن الدورة الخامسة. شنو رأيك والتحليل ديالك ديال هذه المباراة يا سمحلي؟ عندك هنا ثلاثة ديال الأندية على حسب التركيبة البشرية ديالهم ديال هذا الموسم كيلعبوا على الماتيان، وهو فريق المغرب الفاسي، شباب اللوطية طنطان، وأمل الصويرة. فأمل الصويرة التيست ديالو كان عنده ضد الفريق ديال اللوطية طنطان في طنطان ونهزم. المغرب الفاسي كذلك كان عنده أن تيست في الميدان ديالو ضد اللوطية طنطان ونهزم. هذا اللي كيخليه باش شباب اللوطية ديال طنطان الانتصار ديالو على أمل الصويرة وعلى الفريق المغرب الفاسي غادي يخليه باش ما نقولش مرتاح، ولكن ممكن عنده الحضور باش يدير الماتيان. امل الصويره ولا المغرب الفاسي بطبيعه الحال غادي يحاولوا حتى هما يلعبوا كيف قلت على الـ على الـ على لو ماتيان، لانه كل هادو جوج غادي يكون الكلاسمون ما بين السابعه حتى العاشر. النديه لا زالت مستمره مشاهدينا الكرام، وامل الصويره الان يحاول تحقيق نتيجه ايجابيه 25-45، النتيجه المسجله الان طبعا فارق 20 نقطة كاملة بين الفريقين معا، نوعا ما مؤثرة وتعكس مجموعة من الأشياء في هذه المباراة. أسبوع هذا الفرق ديال 25 نقطة ما جاش على واحد لا دوميناسيون توتال ديال فريق الوداد، ملي كتكون عندك واحد المقابلة وفيها شوية ديال الديشي ما كيبانش ديك القوة ما كتبانش. إذن نتابعوا ديال المحاولة من جديد من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي 45-26، النتيجة مسجلة لمحاولة ودادية عن طريق اللاعب يونس أو يوسف طبعا زنقي ممتاز جدا، طريقة تعامل إيجابية مع الكرة. لقى واحد ايرور في الديفونس ديال المامار كان خاوي واستغلوا الثغرة المناسبة قدمت الجديد، هذه محاولة فرصة لسلة بثلاث نقاط كان بالإمكان تحمل الجديد، مشات من جديد محاولة إلى خارج رقعة الملعب. هنا ارتكب خطا عدنان لانه كانت هنا واحد
الكوفرتور ديفونسيف ما كانش يدخل في ديك المنطقه. كره من جديد على صف فريق الوداد الرياضي. زنقي، زنقي في محاوله المرور. هنا كنشوفوا الزنقي وما كنشوفوش اللاعب امر الله ولا اللاعب رقم 13 نوبي يجي يدير واحد البلوكاج باش يحروا الزنقي وكله يمشي بسهوله. مقابله مهمه جدا، حضور مهم جدا ايضا من جماهير فريق الوداد الرياضي لمؤازره الوداد في هذا اللقاء، وايضا تنقل محترم لجماهير فريق تحدث عن فريق طبعا الاتحاد او فريق امل الصويره في هذه المواجهه. محاوله من جديد، فرصه رجعت من جديد، هجمه مرتده مضاده، هذه امكانيه الانطلاق الان. فرصه ممتازه كتصادم بالحلقه، كترجع من جديد لعناصر فريق امل الصويره تحت السلم. تمريره ممتازه، تمريره ممتازه، وهذا اروع ايضا اسيست ديال عدنان، وهذا اروع من جنب لاعب ريك البرتغالي الذي تمكن من الكره الماضيه. تابع هذه المحاولة من جديد، فرصة من جديد، لا خطأ خطأ يا اللاعب زكريا. إذن لازلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع تفاصيل هذه المقابلة مباشرة من هنا. خارج القوس، خارج القوس، محاولة، لا لا لا، اوه لم تقدم من جديد، رجعت من جديد، هذه محاولة هجومية من جانب عناصر فريق طبعا عناصر فريق حتى هنا على الوداد الرياضي. هاي 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 فرصة ممتازة، هجمة مرتدة مضادة، هجمة مرتدة مضادة، هذه إمكانية للاستخلاص ثم في آخر مطاف رجعت الكرة. متابعة جيدة ديال طبعا ملي كتحدثوا على 47 مقابل 30 بريد. 47 مقابل 30، نتيجة تبتسل ندية بين الطرفين، بين الفريقين معا، ومحاولة من جانب أمام الصوير على الأقل لتدين الفريق، فيما الوداد يريد توسيع الفريق. نتابع هنا محاولة، زنقي 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 ارتطمت بالحلقة، رجعت من جديد، هجمة مرتدة مضادة، كاين خط واعترف به فتح بروغا، خطا وخطا ولكن دار ايرور تكتيك لانه كانت حمله مضاده لصالح امل الصويره. اذن المنافسه مستمره، هنا فريق الوداد عنده 17 نقطه على بعد 5 دقائق من الربع الثالث، ممكن غادي يحاول عزيز قرواش باش يجيري هاد السكور هذا لافونس ديال 17 نقطة. غادي نتابعوا شنو ممكن انه تقدم الدقائق المقبلة وعندنا في هذه المنافسة. تماك واحد طبعا احنا كنتابعوا كنا نقول واحد الخطرة، نتابعوا دائما المحاولات من جانب عناصر فريق امل الصويرة. تحضير من جديد، إمكانية الاستفادة من هذه الكرة، اوه جميلة 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 بشكل مميز من جانب عناصر فريق امل الصويرة. 15 بوان اكيد انه بدا كيتنقص، بدا كينقص الفريق طبعا في مقابلة. الندية مستمرة، احنا كنتابعوا معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل هذا اللقاء مباشرة من هنا من مدينة الدار البيضاء بالضبط من قاع مغطاة محمد الخامس. الندية مستمرة، كرة من جديد لصالح فريق امل الصويرة، رجعات لامل الصويرة هذه المرة من خلال اللاعب القرش عدنان القرش، دور مهم جدا في المباراة. لا شفنا الاخذ والرد ما بين الفريقين. محاولة رجعات خطأ كين خطأ كين خطأ أكيد. دقيقتين وفريق الوداد ما سجلش ولو نقطة واحدة. إذن 47 مقابل 34. نتابعونا
عمر الله. طبعا محاولة من جديد. كاين محاولة كان من سعيد بوسود. لا بوسود كان كي عرف بانه قلب على فوت اكثر ما على السلال اللي ما كانش في واحد الوضعية اللي يمكن له يسجل فيها، فحصل على زوج ديال الرميات. كانت كيف هذه المحاولة. تابعونا. رجعنا من جديد، حنا كنتابعوا هذه المحاوله من جديد من جنب على فريق الوداد الرياضي. خطا خطا اونتي سبورتيف. وي النيديا مستمره، النيديا صراحه مستمره في هذه المباراه. اونتي سبورتيف كاينه صراحة، دور ديال الجمهور كبير كبير، كيخلق متعة خاصة في المدرجات. تابعونا. او تسجل الحريشي، لا يضيع مثل هذه الكرات صراحة، لا يضيع مثل هذه الكرات. كنتابعوا هذه المحاولة. واحد الساعة الوداد يلاه سجلوا 8 ديال النقاط. من جديد كرة لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي، إمكانية الانطلاقة من جنب رضا حراس، حراس عنده إمكانية الاختراق تحت السلة، هنا المحاولة في آخر المطاف رجعت من جديد نيكولاس، نيكولاس عنده إمكانية للانطلاقة بهذه الكرة من جديد، خارج القوس، خارج القوس، نيكولاس رجعت الكرة من خلال عناصر فريق أمل الصويرة، لاعب قصير القامة يعني لاعب نوعة أحمد ولكن ولد أمل الصويرة وشاد معي عنده الكرة الآن، عنده الكرة الآن. الاعتماد على الفئات الصغرى بشكل كبير. اوه ثلاثيه في هذه العمليه في هذه الكره. ديفونس دو زون اللي داروا الوداد وما كانش هناك واحد 37 50 37 مقابل 50 نتيجه مسجله الان. الوداد يحاول العوده في النتيجه او فريق امل الصويرة يحاول العوده في النتيجه وفريق الوداد يسير حتى الان بشكل جيد. فوتونتي سبورتيف ديال اللاعب الوداد رقم 13 سميث تومي خسر الخصم ديالو بطريقة غير قانونية. تراجع في هذا الربع الثالث لفريق الوداد و أمل الصويرة واخا كان منهزم ب 17 نقطة ما طيحش يديه، مازال موجود خاصة في الدفاع. وعدنان كيسجل الثلاثيات وكيضيع الرميات الحرة. تابعوا إذن هذه المحاولة. فرصة. تحضير. نيكولاس دوره مهم جدا. رجعت الكرة من جديد عند اللاعب عدنان القرش. اللمسه الواحده سي محمد كما كملاش الكره عند لاعبي فريق امل الصويرة. 37 مقابل 50 37 مقابل 50 ميديا سمراء خريج رضا حراس. رضا كاين الكراس على حمودي حديدا. امر الله بوسوت حريشي رجعت الكره من جديد، هجمه مرتده مضاده لامل الصويرة. كان خطا من يقول الحكم على السبيل، طبعا كان الحريشي هو صاحب الخطا حسب قرار الحكم. على سبب ما كنشاهدوش الخطا الثالث ديال الحريشي في هذه المقابله. ملي كتكون الكره في بوزيسيون داتاك ما كنشاهدوش واحد واحد جو كوليكتيف. افيك جوج ديال اللاعبين عند فريق امل الصويرة خصهم يحتاطوا من المغادره، مغادره هذه المباراه. لاعب رقم ثلاثه طبعا من جانب فريق امل الصويرة او اللاعب رقم طبعا اربعة وايضا لاعب رقم ثمانية غادي نتابعوا. ريك كيسجل المحاولة الأولى.
رمية حرة الأولى. تابعونا رجعت كرة من جديد لعنا فريق طبعا الوداد الرياضي. محاولة البناء فرصة لا 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 بوسوت خلق شغب تحت سلة الندية مستمرة دائما مشاهدينا ونحن نصل إلى هذه اللحظات. حمودي استعمل جوج دقائق متبقية على نهاية الربع الثالث. تفضل سي مهند. في هذه العملية هذه حمودي استعمل الكتف ديالو داك الشيء اش خلا يدير من فوت اوفونسيف. بالفعل تابعونا فرصة طريقة جيدة اعتماد على الكرة بهذا الأسلوب في آخر مطاف كتمشي مباشرة لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. هنا إمكانية البناء بناء العملية الهجومية من خلال اللاعب الحريشي. الحريشي كيحاول ما أمكن أنه يحافظ على الكرة ديالو في آخر مطاف. رضا حراس رضا حراس اختراق 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 في آخر مطاف كتضيع له الكرة. هجمة مرتدة مضادة هجمة مرتدة مضادة ضاعت له حمودي ممتاز حديدان حديدان لاعب من اللاعبين اللي كيعطيو الفارق في المباراه على الصوره طبعا لاعب ثاني فورت انتي سبورتيف اكيد المباراه يعني يمكن ان نقول على انها تكتسي طبع القوه والاثاره و نترقب ان تكون الامور احسن وافضل ما تكونش اصابه مؤثره. عندنا الكورس طريقه باش كيعيط على الممرض دي جي وقيلا تصاب او انه كانت عنده اصابه سابقه باين حيت راه داير بونداج وبالتالي نتمنى انه ما تاثرش على يعني المشوار ديالو في هذه المباراه واكمال هذه المباراه. دقيقه تقريبا دقيقه و 26 ثانيه متبقيه على نهايه الوقت القانوني لهذه المواجهه او الربع الثالث من هذه المواجهه. بالفعل لانه دقيقه 26 ثانية فغتخلي الامور انها تغير بشكل كبير. هنا كرة لحديدان حديدان الان يسجل رمية حرة اولى قاتلوا رمية حرة ثانية رمية حرة ثانية وحيدة متبقية للاعب حديدان يسجلها ام انه يضيع يضيع يضيع. اذا وستكون هنالك استفاده من الكره خط الجانب. اذا كره لصالح فريق الوداد الرياض عند حريش حريش يحافظ على كورته مشات عند بوسوت تغطيه من جانب حديدان امر الله حراس. صراحه تشكيله الوداد كبيره بلاعبين يعني طولوا كثيرا في قطع ممتازه وايضا انسجموا بشكل كبير. كاين واحد التفاهم بين اللاعبين تمريره ممتازه حتى الموضع ديال الحديدان كان اخر دقيقه على نهايه الجوله او الربع الثالث 53 ثانيه 52 ثانيه 50 ثانيه ونتابع هذه المحاوله داخل القوس. فرصه تضيع رجعت من جديد عند بوستوت نذكر بانه 53 38 نتيجه مسجله 53 38 تقتضي العديد من الاشياء. ممتازه ولا اوه تسجل امر دام بون درايف هنا شفنا موفمون كوليكتيف ديال 5 باس هذيك درايف ديال 55 38 55 38 في الربع الثالث 20 ثانيه متبقيه 19 ثانيه نيكولاس وحيد يرجع كرته للخلف 14 ثانيه 13 ثانيه 12 ثانيه لنهايه الربع الثالث حتى المهاره ما كملتش بهذه الطريقه. فرصه من جديد وكضيع ثلاث ثواني جوج ديال الثواني ثانيه اخيره امر الله محاوله اخيره وماذا يقول الحكم غير محتسبه غير محتسبه. اذا 56 او 55 مقابل 38 55 38 تعليقك على النتيجه سي محمد. 14 نقطه اللي سجل الفريق الوداد في هذا الربع الثالث و13 نقطه الفريق مال الصويره. هناك كاين تراجع في هذا الربع الثالث للفريق الوداد
لانه كان سجل 16 داز ل 25 هنا عاوتاني هبط ل 14 ما شفناش واحد الاداء كنا نقولوا في المستوى. حتى الاداء ديال فريق امل الصويره نوعا ما سهل مامور الوداد. هو فريق امل الصويره حسها كيلعب دوك الامكانيات ديالو كيحاول فمن بعد ما خرج الموزيع الموزيع ديال الفريق امل الصويره الشرقي محمد رقم 9 ما بقاش امل الصويره كيديعوا بزاف ديال الكرات والدفاع اللي كيديروا شفنا في اول محاوله وحده شفنا ديال فريق الوداد اللي كان جو كوليكتيف هذا الربع الثالث ديك المحاوله اللي سجل امر الله تحت السله. اذا مجموعه من المحاولات تجميع من المحاولات ان صح التعبير في عالم كره السله من مباراه فريقي الوداد الرياضي وخصمه في هذه المواجهه امل الصويره. لقاء صحيح انه مثير ولكن امل الصويره اليوم يمكن ان نقول انه بتركيبه جديده يبحث لتحقيق الاهم في قادم المنافسات. اليوم امل الصويره اكيد انه برهن على انه حاضر على انه هنالك لاعبين بامكانهم انه اتيحت لهم فرصه ويحتاجون بعض الوقت بامكانهم ان يكونوا افضل واحسن بكثير. طبعا على مستوى المدرجات لا باس نذكر ونشيد بجماهير فريق امل الصويره الجماهير التي قطعت المسافه التي قامت بالسفر من مدينه الصويره الى مدينه الدار البيضاء برافو لانه فعلا كانوا خير المساندين لناديهم رغم النتيجه رغم الظروف رغم كل شيء حاضرين هنا بمدينه الدار البيضاء يساندون النادي وهذا دور الجمهور هو الذي يساند في الضره قبل السره وجماهير الوداد كلمة حق وتعبير وشكر لهذه الجماهير الودادية التي أسست قاعة طبعا محمد الخامس مدينة الدار البيضاء جماهير لم يهدأ لها بال منذ انطلاقة المواجهة أكيد كانت دائما حاضرة وفية لمساندة الوداد والوداد يتألق في هذا اليوم. سي محمد يعني كتحليل لمجريات الربع الثالث ماذا حدث هناك بالضبط؟ الربع الثالث بورسنتاج ريوسيت كان هو ضعيف لأنه ما 36% عند فريق الوداد 35% عند فريق امل الصويره الفريقين معا ما شفناش اليوم واحد البورسنتاج ديال الشوت اللي كيفوت ديك 50 ولا 55%. محاوله من جديد هذه فرصه خطا يقول تكتيك بالفعل فوت تكتيك ديال باش يحبس الحمله المضاده. الفتح قوس سي محمد نفس جديد يعيشه ناديان معا او فريقان معا فريق امل الصويره برئيس جديد اكيد انه لديه الخبره لديه المؤهلات والمقومات ايضا لتحقيق نتائج ايجابيه وايضا ان يسير بنفس المسار الذي يطمح اليه. طبعا فريق امل الصويره لا باس ان نذكر هو تكليف قبل ان يكون تشريف لان الثقل والعراقه ديال النادي ديال امل الصويره كتخلي ان المجهود يكون اكبر ولكن انه غيحتاج مسانده ماديه وغيحتاج مجموعه من الامور باش انه يخلي فريق امل الصويره تكون افضل واحسن بكثير. سي محمد المسانده الماديه ضروريه لا بغينا نشوفوا فريق في المستوى ويجيب لعابه في المستوى الدولي باش يكون الفريق يلعب الدور الاول في البطوله ولا بدا من الحسين واسكار خلفا للحسن البدوي. امل الصويره دابا كيبني من جديد لا مكتب من الاعضاء ديالو لا فريق من اللعابه لا من الطاقم التقني. واخا في تاريخ الانجازات ما نساوش بان فريق امل الصويره في 2012 2013 وصل نهائي ديال البطوله ضد الجمعيه الرياضيه السلويه برفقه المدرب السربي انذاك دراسكو سي محمد. ولكن ايضا الوداد ما دام تحدثنا على امل الصويره تحدثنا على الرئيس ديالها فالوداد برئيس شاب يعني علي مرافي يعني رئيس شاب باقي جون يعني عنده ثقه ديال النادي ماشي سهل ايضا. ملي كنهضروا على الوداد كنتكلموا على اول حاجه اللي نقدروا نتناقشوا عليها قبل ما نمشيو الانجازات كره السله والسباحه هي باش بدا الوداد الرياضي وكان حاضر كفرع من الفروع الاولى قبل كره القدم. سي محمد تعليقك فقط على هذه المعلومه. والوداد عندها تاريخ المسيرين ديالها دائما كانوا في كره السله. لا جينا نشوفوا العائلات ديال الحديوي لا جينا نشوفوا الله يرحمه المقري الله يرحمه العالمي لا جينا نشوفوا بن جلون تاج الدين رمزي برادا صدقي مؤخرا جمالي مع المجموعه ديال اللعابه الخطابي الشادلي فهنا عاوتاني كنلقاو مرافقين هو ولد الوداد ولكن ملي كيجي مسير ديال من النادي وكيلقى اللعابه نيت ديال دوك النادي الشغل شويه كيسهل
لان كيكون واحد التواصل كيكون مزيان. دابا كيبقى بطبيعه الحال المكتب المسير نتمنى باش حتى هو يكون غادي يوفر للفريق ذاك الميزانيه اللي كتخص الماليه بالفعل الميزانيه باش يمكن لك تلعب الدور الاول. وما نساوش بانه فريق الوداد فريق عريق، 9 بطولات بالدوري، 7 كؤوس العرش، 2 مشاركات اوروبا ضمن كاس الانديه. شي تعليق على المعلومه؟ واف ديك الساعه الفريق الوداد راه كان عنده 5 حتى 6 ديال اللعابه في الفريق الوطني، واللعابه اللي كانوا مشاو لعبوا في الالعاب الاولمبيه في 68 في مكسيكو، ما فيهم الله يرحمه عبد الرحمن بوهلال العلوي العالمي الاب ديال العالمي التنسمان. ففريق الوداد دائما كان عنده واحد المجموعه ديال 5 حتى 6 لعابه في الفريق الوطني، وكان سبق ليه انتصر على بنفيكا في الدور الاول ديال بريمي تور ديال لا كوب دوروب دي كلوب. وهذو مشاركات اوروبيه اللي ما كيعرفوهاش المغاربه. رجعوا المعلومه لينا في الستينات كان الريغلومون ديال القاعده القواعد ديال اللعب ديال الاتحاد الاوروبي، اي بلد في البحر الابيض المتوسط ممكن يلعب البطوله الاوروبيه ديال الانديه. داكشي باش المغرب كان كيشارك، فالمغرب شارك بالوداد، شارك بالفتح، شارك بالجيش المراكي، شارك بالسي سي، بالاليونس، بلاميك، كاع هاد الانديه سبق ليها، السي ام سي كذلك. علاش ما بقاش محمد؟ لانه فعلا تغيير في القانون. القانون سي دوماج. رجعوا ل 63 40 لانه الاحتكاك مهم ومهم جدا. حنا لو كنا كنجبدوا هذا الشيء كامل ففقط باش نبينوا بانه العراقه مهمه جدا عند فريقين. ونذكرك ريال مدريد لانه عندها مشوار كبير وكثير في البطوله كرة السله الاوروبيه. ريال مدريد كان سبق ليه وجا لعب هنا في مدينه الدار البيضاء ضد السيسي في البطوله الاوروبيه. هذا مهم، هذا مهم. 40 مقابل 63 مشاهدينا الكرام، حنا كنتابعوا وفي نفس الوقت كنستافدوا تاريخيا هذا المنافسات. شكرا سي محمد الزحزوحي على المعطيات، وايضا الهدف هو انه الجمهور الكريم يعيش معنا ويستفد معنا ايضا من خلال مجموعه من المواجهات التي طبعا حظيت بها العديد من الانديه الوطنيه المغربيه. نعود للمواجهه الان، خيار من الخيارات الازهري قرواش. هذا الصراع ما بين المدربين كيفاش كتشوفه سي محمد؟ والازهري ما عندوش واحد المجموعه اللي غادي يمكن له يقاوم بها فريق الوداد، فهمتي؟ عكس ما كاين عند عزيز قرواش. دونك عزيز قرواش احنا دابا هنا شفنا كاينه 23 نقطه ديال الفرق. محاوله رجعت من جديد لعناصر فريق الوداد. ضياع المتابعه كاينه، المتابعه كاينه بوستوت. ايوا بوستوت. سي محمد امام الصويره كانه يعني فقدوا البوصله ديال المواجهه، فريق كبير شويه، ومع ذلك فكيحاولوا ما امكن انهم يقدموا كل ما عندهم. 42 66 او 65 بالفعل تابعوا ديال المحاوله. رجعت من جديد بوسوت، بوسوت كيرجع كره رضا حراس، رضا حراس كيحافظ على الكره ديالو عند امر الله، امر الله بوسوت، بوسوت تحت السله كيحاول انه يمارك يضيع له الكره، كترجع من جديد. الحكم كيقول كاين دفع بالتالي كان خطا، ولكن جوج ديال الرميات حره للوداد. بوسوت كان ديفونس دو زون، كانوا جوج مدافعين، كان يخرج كره للحراس ولا امر الله باش يكون انتيرو فير. واخا نسولك واحد السؤال بالنسبه للحكام في هذه المباراه، شنو التقييم ديالك او نقولوا المردود ديال الحكام؟ ما نقولوش اخطاء الحكام لانه يكون احسن تقييم مردود الحكم. لا هنا ما كنقولوش هنا كان شي اخطاء ولا شي حاجه، لانه حتى اللعابه راهم مسالين عليهم الامور، ما كانش احتجاج، ما كانش، ما نقولوش كاين هنا شي اخطاء ولا شي حاجه. اذا نتابعوا الان محاوله من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي في هذه الرميه الحره. بوستوت يبحث للاستفاده من هذه الرميه الحره، يضيع ما تمكنش. رجعت من جديد لصالح فريق امانه الصويره من خلال نيكولاس، هذه فرصة لعب القرش ممتاز صراحة، لأنه طبعا أول الكرة عند اللاعب نوعة 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 أحمد، هذا نوعة غادي يكون عنده مستقبل زاهر رفقة فريق أمانة الصويرة، وربما ممكن نشاهدوا أيضا فريق ممتاز. التمريرة هذا رضا حراس، شوفوا التمريرة ديال الحديدان الطريقة، شوف الطريقة فين كيشوف وفين كيفوت. ما كوش بطبيعة الحال. أوه هذه جميلة، هذه جميلة، هذه جميلة. 68 42 5 ديال الدقائق. او جميله ايضا، برافو للاعب ريك، ريك على الصوره من البرتغال. 44 68 واش ممكن امام الصويره يرجع في المقابله؟ لا ما نظنش، لا لا ما نظنش، لا لا ما نظنش.
لانه كاين خمسه كاين 24 سميتو، وما نساوش كرسي الاحتياط كاين عند الوداد فهمتي، الشيء اللي ما كاينش عند مع الاسف امل الصويرة. كره من جديد لصالح عناصر فريق امل الصويرة، امكانيه الانطلاقه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، ونحن نتابع هذه اللقطه. فرصه اكيد انها مواتيه من جانب عناصر فريق امل الصويرة، ولكن في اخر مطاف لم تقدم اي جديد. 68 44 والصراع لا زال مستمرا، 4 دقائق 53 ثانيه. محاوله من جانب فريق امل الصويرة، امكانيه الاستفاده من الامريكي. لا كاينش انسجام بين اللعيبه، ما يمكنش التمريره تكون في ديك الطريقه، وما يمكنش كيبين هنا دوكا الاحتياط بوسوت، الواضح انه مصاب، يعني نتمنى انه ما تكونش عنده شي اصابه مؤثره. وهذو مجموعه من اللاعبين الاخرين ايضا، هذو اللعابه اللي كانوا بطل المغرب لا في الكادي ولا في الجنيور. كره من جديد لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي، حديدان امر الله بوسوت، ومحاوله من جديد تاع زكريا. تقريبا اربعه خمسه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد ما تغيروش نهائيا، يعني اللاعبين كيشكلوا الاساسيين يعني في الفريق ديال الوداد، ولاعبين بنفس مستمر بدون قطع. هنا دوبل فوت ما بين اللاعب الحريشي ولاعب رقم سته ديال امل الصويرة، وامتياز الكره كيكون عند امل الصويرة. 26 نقطه كفارق. توم مورتلبو مدرب الازهري، اذا الازهري يرغب في معاينه ما يحدث على مستوى رقعه الملعب، ويحاول تصحيح بعض الاخطاء وترميم بعض الصفوف، مساله مهمه جدا في هذه المباراه. الازهري بقى 4 مينوت 26 سكوند، غادي يحاول باش يقول اللعابه ديالهم يحاولوا هما يكونوا منتصرين في هذه الربع دقائق الاخيره باش يخلص لك الفرق ديال 26 نقطه. الصراع لا زال مستمرا، ونحن نصل الى اخر 4 دقائق 26 ثانيه على نهايه تفاصيل هذه المقاطعه. يعني الاحماءات اللي كنشهدوا الان ديال الوداد، علاش بالضبط؟ وبقى 4 دقائق 26 ثانيه، وهذوك سي دي جون راه جاو من القسم ديال الجونيور. ها اللي برافو عليهم اليوم، هذو اللي برافو عليهم الجمهور ديال فريق الوداد. لا ديما كانوا يعني دائما طريقه باش كيشجع الجمهور الوداد في المباراه ديال اليوم صراحه جيده بل ورائعه. حتى الجماهير ديال فريق طبعا امل الصويرة قدمت مردودا جيدا وسندت ناديها حتى اخر رمق، رغم النتيجه رغم بعد المسافه، الا ان جماهير فريق امل الصويرة اتت من مدينه الصويرة الى مدينه الدار البيضاء لمتابعه هذه المباراه. هي ضايعه